علمنا قرآننا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كيف يكون التعامل مع الدنيا. قال الله مشبها هذه الدنيا، ولعلك قرأت سورة الكهف في جلوسك قبل الصلاة حين قال الله مصححا مفاهيم الناس، مصححا معتقدات الناس، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه هي الحياة، شبهت بالماء، شبهت بالماء لأن الماء لا يستقر على حال واحدة، والماء لا يستقر في مكان واحد، ومن خاض في الماء أصابه البلل، ومن خاض في الماء أصابه الملل. لماذا سورة الكهف؟ ولماذا من الجمعة إلى الجمعة؟ لأنها تصحح المفاهيم، تصحح المعتقدات، تربط الناس برب الأرض والسماوات. أما قال الله في أوائل السورة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أما قرأت هذا؟ أما قرأت هذه الآيات؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الحياة الحقيقية التي لابد أن نحياها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا وعبروا الدنيا إلى غيرها، إنما الدنيا لهم معبر لا فخر إلا فخر أهل التقى، غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كان خير ما يدخر. قال الله جل في علاه يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالتعلق بالدنيا هو من أسباب طول الأمل. إذا أنس إلى الدنيا وأنس إلى لذاتها تعلق بها وبما فيها، وإذا ذكر الموت كان ذكر الموت من أصعب الأشياء عليه لأنه يقطع عليه لذاته وشهواته. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التعامل مع الدنيا، فقال بأبي هو أمي ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كمثل راكب استظل في ظل شجرة ساعة ثم تركها، ساعة ثم تركها. ثم علمنا كيف نتعامل مع الدنيا فقال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهو الذي حيدت له الدنيا بما فيها. يقول الحسن البصري دخلت بيوت النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحين، دخلتها لم تتغير هي على ما هي عليه، رفعت يدي لامست سقف، رفعت يدي لامست سقف المكان، نظرت في جدرانها، نظرت في أثاثها فإذا بجدرانها من الطين والجريد، نظرتها طولا وعرضا فإذا هي لا تتعدى أمتار قليلة. وهو الذي حيزت له الدنيا بما فيها، وهو الذي حيزت له الدنيا بما فيها. يدخل عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه وقد أثر الحصير على جنبه فيبكي عمر متأثرا فيقول بأبي أنت وأمي، أنت أحب البشر إلى الله وملوك فارس والروم تنعم بالوسير والحرير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لعمر يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، أما ترضى يا عمر أن تكون لنا الدنيا ولهم الآخرة، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. كيف تعامل مع الدنيا بأبي هو أمي؟ تقول عائشة
يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا توقد نار في بيوت النبوة. يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا توقد النار في بيوت النبوة. قلت يا خاله ما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر، التمر والماء. ما شبع آل محمد من خبز الشعير ثلاثة أيام متتالية. تخبز فاطمة خبيزا مرة من المرات، فتأتي إلى أبيها بكثرة خبز فيأكلها ويقول: والله يا فاطمة أيام ثلاثة لم يدخل في بطن أبيك طعام. هكذا عاش الغريب، بارك الله فيك، هكذا عاش من يريد ما عند الله تبارك وتعالى. خيره الله بين الملك والرسالة وبين العبودية والرسالة. فجاءه جبريل قال: معي ملك الجبال يحول لك جبال مكة ذهبا وفضة، إن شئت يا محمد جعلك الله ملكا رسولا، وإن شئت جعلك عبدا رسولا. فاختار العبودية مع حمل الرسالة، بل قال: عبدا رسولا، بل عبدا رسولا. أشبع يوما فأحمد الله، وأجوع يوما فأحمد الله. فماذا غيرت الأمة وبدلت من بعده؟ يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: لما هدمت بيوت النبوة ما رأيت باكيا في المسجد كما رأيت في ذلك اليوم. ما رأيت باكيا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيت في ذلك اليوم. ليتهم أبقوها، ليتهم أبقوها حتى تأتي الأمة من مشارق الأرض ومغاربها وترى كيف كانت حياة نبيها صلى الله عليه وسلم. هو الذي علمنا وأمرنا بالاغتراب، بالاغتراب في هذه الحياة، حب الدنيا، وهو المرض العضال الذي أعيى الأولين وأعيى الآخرين. أرسلت إلي رسالة منذ أيام، يقول كاتبها: خرجت في عصر هذا اليوم أهنئ جيرانا لي بمولود جديد، وأهنئ الآخر وأعزي الآخرين بوفاة ابن من أبنائهم. قلت: هكذا سنة الحياة، أناس تحيا وأناس تموت، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تغييرا. سبحان الله، ندفن الموتى ونودع الموتى ولا نعتبر، نظن أن الموت قد كتب على الآخرين ولم يكتب علينا. يقول ثابت البناني: كنا إذا صرنا في جنازة لا نرى إلا باكيا متقنعا، كنا إذا صرنا في جنازة لا نرى إلا باكيا متقنعا، وكنا لا ندري من نعزي لكثرة الباكين. انظر في جنائزنا اليوم، ترى الضاحكين والمبتسمين يمنة ويسرى. انظر في جنائزنا اليوم حتى ترى عجب العجاب، إن لم يكن الموت يغير في طباعنا ويغير في سلوكنا ويجعلنا نستعد للقاء الله تبارك وتعالى. فأي واعظ يعظنا إن لم يكن الموت هو الذي يغير في حياتنا. فالشاب يعول على شبابه، تناسى المسكين أن أكثر من يموت هم الشباب، تناسى المسكين أن أكثر من يموت هم الشباب. حتى يموت شيخ واحد على مدى عمر هذا الشيخ، كم يموت من الشباب، كم يموت من الشباب والأطفال والصغار والكبار. والشيخ الكبير يعول على قوته، يعول على صحته. غدا أستقيم، غدا أرتبط بالمساجد، إذا انتهيت من هذه السفرة، إذا انتهيت من بناء هذا البيت. ولا يزال المسكين يمني نفسه ويسوف ويؤخر حتى يأتيه الموت على حين غرة. اتفق أهل العلم قاطبة على أن الموت ليس له مكان معين ولا زمن معين ولا عمر معين ولا سبب معين. يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. كان حبيب الفارسي يقول لأهله: إذا مت اليوم فاذهبوا إلى فلان يغسلني، اذهبوا إلى فلان يكفلني، اصنعوا كذا اصنعوا كذا. فقيل لها: رؤيا رآها؟ قالت: لا.
في كل يوم يقول مثل هذا الكلام، في كل يوم يقول مثل هذا الكلام. وكان صفوان بن سليم كان رحمه الله لا يكاد يفارق المسجد أبدا، وإذا أراد الخروج من المسجد بكى. فقيل له: ما الذي يبكيك؟ قال: أخاف ألا أرجع إليه مرة ثانية، أخاف ألا أرجع إليه مرة ثانية. وكان آخر يقول: والله ما نمت نومة إلا ظننت أني لا أستيقظ بعدها أبدا، والله ما نمت نومة إلا ظننت أني لا أستيقظ بعدها أبدا. فمتى ستتوب؟ متى ستنتظم في صفوف المصلين؟ متى ستكون من أهل القرآن؟ متى ستتعود على الصيام والقيام؟ إن أقواما، يقول الحسن البصري، إن أقواما غرتهم الحياة الدنيا فخرجوا منها بلا رصيد، خرجوا منها بلا رصيد من الحسنات، يقولون إننا نحسن الظن بالله. قال: كذبوا، كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لكن ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فإذا علمنا أن السبب هو الجهل ندفعه بالعلم، العلم بالآخرة. اقترب للناس حسابهم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الجهل يدفع بالعلم في مجالس الصالحين وفي مجالس الذكر، تدفع الجهل، يدفع الجهل والغفلة التي يحياها كثير من الناس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، جيء بالموت على صورة كبس أقرن أملح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون يقولون: نعرفه، هذا هو الموت. ثم ينادى بأهل النار: يا أهل النار تعرفون هذا؟ فيشرئبون فينظرون يقولون: نعم نعرفه، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح بين الجنة والنار، حتى الموت سوف يموت، فيؤمر به فيذبح. ثم ينادى بأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت. وينادى بأهل النار: يا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فالجهل يدفع بالعلم والشيء يدفع بضده. أما حب الدنيا فهو المرض العضال الذي أعيا الأولين وأعيا الآخرين، ولا علاج له، ولا علاج له إلا الإيمان بالله وباليوم الآخر، ولا علاج لإخراج هذا المرض العضال إلا الإيمان بالله وباليوم الآخر. ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ألا إني نهيتكم عن زيارتها ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإن هدمت، يقول الناظم عن الدنيا، إن هدمت تزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. أراك تحب الدنيا وهي ذات غدر، أبت طلاقها العقلاء بتا، وتطعمك الطعام وعما قليل ستطعم منك ما منها طعمت، تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت. فإنك لا تطيق أهونها عذابا، فإنك لا تطيق أهونها عذابا، ولو كنت الحديد بها لذبت. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله. الذي يحدث في بلاد المسلمين يمنة ويسرة، لا بد له من وقفة ومراجعة حسابات، لا بد من وقفة ومراجعة حسابات. يرضيك الذي يحدث لإخواننا في فلسطين؟ يرضيك ما يحدث هناك؟
تهدم بيوتهم. أنا وأنت نصبح على طعام وشراب وبين أهلنا وصغارنا وهم يصبحون ويمسون على أصوات المدافع والدبابات. يرضيك؟ ليس العجب ما يحدث هناك، والله ليس عجب ما يحدث هناك، ما يحدث هناك بفعل اليهود ولا عجب، لكن الذي يحدث الصمت المطبق على العالم بلا استنكار وبلا تشتيت. العجب غفلتنا عما يحدث لهم هناك، العجب تفكك البنيان الذي كان في يوم من الأيام جسدا واحدا. القدس بصوت الحزن تنادي: أيا عرب فأنتم قول والعمل صعب المطالي، أين عمر؟ أين صلاح الدين؟ أين هؤلاء الأبطال؟ أين من يحمي أغصان شجرة الزيتون من أفعال نجستها أسوأ الأفعال؟ أين من يحمي أطفالا في حضون أمهاتهم ربما كانوا في الغد من سادة الأجيال؟ هل تفكك بنيانا يشد بعضه بعضا؟ أين أنتم يا عرب القول؟ أين أنتم؟ أم أنتم شعب تخافون القتال؟ هل تفكك بنيان يشد بعضه بعضا؟ أم سقط النسر من أعالي الجبال؟ لا عجب ما يحدث هناك، لكن العجب من أحوال المسلمين. لا تتغير ولا تتبدل. أفيقوا 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 يا رقود، قبل أن ننادي بأعلى الصوت فلا يستجاب لنا. إن السكوت عن مآسيهم اسم آخر تتحمله الأمة من أدناها إلى أقصاها. إن السكوت وعدم التعاطف مع ما يحدث هناك اسم يتحمله الجميع بدون استثناء. أليس ما يحدث هناك بسبب تقصيرنا نحن؟ إن كنا نظن أننا كجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، لكنها الغفلة وطول الأمل. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا يا ربنا من الراشدين.